السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة جدا، هتعملها في 5 دقايق. مكوناتها سهلة وبسيطة جدا واقتصادية، وبنفس الوقت نتيجتها تحفة جدا وهتعجبك وتعجب ولادك إن شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الحاجة الحلوة السهلة السريعة البسيطة اللي هنعملها في 5 دقايق عبارة عن ايه. الحاجة بسم الله، انا عندي 5 رقاق، لو عايزة تزودي عدد الطبقات براحتك خالص. هجيب بقى حوالي 1/2 كيلو من اللبن، يكون سخن، لازم أن يكون سخن علشان وانت الرقاق يطرى معاك بسرعة بكل سهولة، ما ينفعش تعمله هو بارد. وكمان اللبن انا ضفت ليه 3 معالق سكر وقلبتهم بالشكل ده، وبعد كده هسقي بقى الرقاق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بالظبط. وهبتدي احطه بقى في الصينية. الصينية انا دهنها برضو من السمنة او اي مادة دهنية زي ما تحب. عايزة تحطي سمنة على زيت براحتك خالص، انا حطها سمنة بس، دي سمنة بلدي دهن الصينية. وهبتدي برضو اسقل الرقاق بالشكل ده. عندي بقى حوالي 1 كوباية سمنة مسيحاها، ده سمنة بلدي او اي نوع سمنة تفضلي تعملي بيه. هبتدي بقى اوزعه على الرقاق من فوق بالشكل ده. هضيف بقى للرقاق 2 معلقة سكر، لو حابة تزودي براحتك خالص، بس انا مش هزود سكر علشان انا ضايفة في اللبن سكر، فما بحبوش يكون سكره عالي قوي. وهبتدي بقى اجيب الرقاق بتاعي واوزع عليه اللبن بالشكل ده. وهبتدي بقى احط الرقاق بالشكل ده في الصينية، واجيب كمان 1 رقاق واوزع عليها اللبن بالشكل ده. اهم حاجة لازم ان اللبن بتاعك يكون دافي، ما يكونش بارد عشان الرقاق بتاعك يبقى طري معاكي ميبقاش ناشف. وهحط الرقاق في الصينية بالشكل ده، وهجيب السمنة ادهن الوش سمنة بالشكل ده. بعدين بقى اضيف 2 معلقة سكر، كمان بنفس الطريقة هسقي الرقاق باللبن بالشكل ده من الوش ومن الظهر اهو. انا كده خلصت عدد الطبقات. لو عايزة تضيفي في عدد الطبقات بتاعتك اكتر من كده براحتك خالص. هوزع بقى السمنة عليها من وش من فوق كده عشان لما احب اقلبه يبقى في السمنة برضو ياخد اللون الذهبي الجميل. ويلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مع بعض. هولع عليه البوتاجاز، لازم اوطي النار عليه خالص، ما خلوش عالي عشان ما يتحرقش منك. وهفضل الف في الصينية بتاعتك عشان اوزع الحرارة على كل الجوانب. هو كده خلاص اخد اللون اهو الذهبي الجميل. هبتدي بقى اقلبه على الجنب التاني. عايزه اقول لكم ريحته تحفه جدا، السمنه البلدي عامله له ريحه جميله جدا. ان شاء الله هما تجربوها هتعرفوا بجد تحفه ويعجب ولادك ان شاء الله. وبعد ما قلبته على الجنب التاني هبتدي برضو اوزعه عليه الحراره بالشكل ده والف الصينيه اهو لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. هو كده خلاص اخد لون الذهب الجميل اهو. هبتدي بقى اطفي النار عليه. يلا بينا نقدمه مع بعض. نقطعه بالشكل ده، انا هقطعه مثلثات. لو حابه تعمليه مستطيل، مربعات، براحتك خالص، اي تقطيع اللي تناسبك. شايفين ما شاء الله ريحته جميله جدا وطعمه تحفه جدا ومورق خالص. شايفين ما شاء الله من بره مقرمش ومن جوه طري اهو. شايفين ما شاء الله عليه ريحتها جميلة جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبه الطريقة بتاعتنا النهاردة ينزل يعمل لي لايك، ومستنيها تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا. واشوفكم على خير بفيديو جديد. انتظروني الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.